بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة إن شاء الله. بإذن الله في هذا الفيديو هعرفك مجموعك هيوديك أنهي كلية بالضبط، لأن كل التساؤلات بتجيني: يا مستر أنا جايب 53، أنا جايب 54، أنا جايب 55، أنا جايب 60، أنا جايب أعلى من 60، 62، 65، 67 أو 70 أو 75 أو 80 أو 85 أو 90 أو حتى أعلى من 90. هقول لك أنت هتدخل كلية إيه بالضبط، لكن أحب ننوه في البداية للمعلومة اللي وصلتنا أخيرة إن التنسيق هينخفض، والمعلومة دي يعتبر كانت من مصادر مقربة من مكتب التنسيق زي ما نشرتها في الفيديو. لكن لو إحنا بصينا لمؤتمر وزير التربية والتعليم، هو حدد بالضبط، قال النسبة الأعلى بالنسبة للنتيجة هم شعبة علم رياضة. شعبة علم رياضة المجموعة عالية جدا عن العام الماضي بحوالي بنسبة 6 أو 7%، هي اللي يعتبر تنسيقهم يعلى فقط. لكن بالنسبة لشعبة علم علوم، شعبة علم علوم اللي زاد النسبة زادت 5%، يعني كلها طلاب تتعدى على الأصابع. فأعتقد ان الطب مش هيعلى ال 92% او هيعلى للارقام الخياليه ديت. ان شاء الله باذن الله تنسيق هذا العام سيكون مقارب جدا للعام الماضي، بل ممكن يقل او ينخفض. لكن بالنسبه للشعبه الرياضيه هي اللي ممكن يحصل فيها زياده بالنسبه لكليه هندسه او كليه حاسبات ومعلومات او الكليات اللي هي تقبل من شعبه علم الرياضه. بالنسبه للشعبه الادبيه، الشعبه الادبيه هم اكثر الطلاب حظا. ليه اكثر الطلاب حظا؟ لان مجاميع الشعبة الأدبية ما حصلتش قبل كده، المجاميع كلها في النازل ونسبة الرسوب في الشعبة الأدبية عالية جدا. طيب يا مستر، لو أنا مثلا جايب 50، أنا هقول لك لو من 50% ل 55% هقول لك أنت متوافر ليه كليات إيه، لكن حاول تركز معايا عشان يعني إيه ما نعوش مثلا نسمع الكلام أو نسمع أنت هتدخل كليتي وبعد كده تقعد تعلق لي تاني: يا مستر بالله عليك أعرف لي أنا أخش كليتي. أنا هقول كل الكليات لجميع المجاميع وأعرفك أنت هتروح كلية إيه. بالنسبة للنسبة من بين 50% إلى 55%، أنت يا سيدي أو بالنسبة للطلاب أو الطالبات ليكم كلية تربية رياضية، وليكم كلية تربية رياضة أقاليم، وليكم كلية آداب انتساب. يعني إيه انتساب يا مستر؟ يعني مش انتظام، لا، انتساب بمعنى اللي أنت بتدخل وبتدفع لها رسوم في أول سنة حوالي 400 جنيه، بعد كده إن شاء الله بإذن الله لو جبت في سنة أولى تقدير جيد أو جيد جدا، بعد كده بتحول انتظام عادي وبتدفع بس في أول سنة 400 جنيه. هي قبل كده من كذا سنة كانت 400، معرفش لحد الآن بتكون كام بالضبط. طيب في كليات تانية، ايوه ليكم كلية خدمة اجتماعية انتساب، بالاضافة الى معهد فني تجاري ولجميع المعاهد سواء العليا او المتوسطة. وطبعا للأسف المعاهد دي كلها بمصروفات، وللأسف بتكون بمصروفات عالية. طيب ده كله بيكون مرحلة كام؟ من 50 ل 55، دي كلها بتكون للأسف مرحلة تالتة اللي هي بتكون مع تنسيق الدبلومات الفنية. والمرحلة التانية التالتة بتنقسم على شريحتين، في شريحة بينسقوا قبل اللي هي مع الدبلومات الفنية قبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدار الثاني، وفي القسم الثاني اللي هو بالنسبة للمرحلة الثالثة اللي هو يعتبر تنسيق الدور الثاني بالنسبة للثانوية العامة، ده بيكون مرحلة ثالثة. طيب لو أنا مجموعي جايب من 55 ل 60%، ليا كليتي ليه كلية تربية رياضية، وليه كلية تربية طفولة مبكرة، وليه كلية تربية نوعية، وليه كلية تربية فنية، وليه كلية تربية موسيقية، وليك آداب انتظام وليس انتساب. آداب انتظام ما بتدفعلهاش أي مصاريف، وليك برضو آداب انتساب، وليك كلية سياحة وفنادق، طبعا بالإضافة إلى الكليات اللي هي السابقة زي كلية تربية نوعية وتربية رياضية، وطبعا دول ذكرناهم، وآداب، ومعهد فن تجاري، وكمان ليك معهد فني تمريض، ليك معهد فني تمريض. طبعا ده كله برضو بيبقى جزء منهم موجود في المرحلة يعتبر الثالثة، وجزء منهم موجود في المرحلة الثانية. طيب لو مجموعك أكبر من 60% إلى 70%، ليك كليات ايه، او المجموع بتاعك ده هيدخلك كليات ايه؟
أول حاجة ليه كلية تربية جميع الجامعات بجميع المحافظات. أنا مثلا من محافظة الفيوم ليا توزيع جغرافي، أنا ليا اللي أنا أروح جامعة حلوان وليا اللي أروح جامعة بني سويف، ده التوزيع الجغرافي الخاص بيا. أما بالنسبة لكلية تربية متوافر من 60% إلى 70%، أقصد جميع الجامعات يعني لجميع الطلاب سواء كان الشعبة الأدبية أو العلمية أو الرياضية. طيب ليه كليات إيه تاني؟ ليه كلية زراعة بس ده خاص للشعبة العلمية، في بعد كده كلية آداب لجميع الجامعات ولجميع الشعب، في بعد كده كلية تربية طفولة طبعا دي برضو جميع الجامعات، ليه كلية دار علوم انتظام وليه برضو كلية دار علوم انتساب. طيب طبعا ده كله بالإضافة إلى الكليات اللي ذكرناها قبل كده زي كلية تربية رياضية وتربية طفولة مبكرة وتربية نوعية وتربية فنية وتربية موسيقية، ليه كمان آداب انتظام وانتساب، وليه كلية سياحة وفنادق ومعهد فني تمريض. طيب يا مستر لو أنا مجموعي جايب مثلا من 70 إلى 80% ليا أو ليا كليات إيه، أو مجموعي هيدخلني كليات إيه؟ طيب بالنسبة لشعبة علم علوم ليه كلية علوم، لو مجموعك من 70 ل 80% بالنسبة لشعبة علم علوم ليه كلية علوم، كلية علوم إن شاء الله بإذن الله هتخشها رسمي. طب بالنسبة للشعبة الرياضية، بالنسبة للشعبة الرياضية ليهم كليات حاسبات ومعلومات. أما بالنسبة بعد كده لباقي الشعب، في كلية فنون جميلة وفي كلية فنون تطبيقية وفي كلية فنون عمارة وفي بعد كده كلية آثار، ده بالنسبة لو مجموعك جايب من 70 ل 80. طيب لو مجموعك من 80 ل 85 طبعا بالنسبة للشعبة الرياضية اللي هي يعتبر الشعبة الهندسية طبعا دي ليهم كلية هندسة رسمي، لو مجموعك أكتر من 80 فأنت كده إن شاء الله بإذن الله واثق إن أنت بإذن الله في كلية هندسة. طب بالنسبة لشعبة علم علوم لو أنا جاي من 80 ل 85 ليه كلية حاسبات ومعلومات، كلية حاسبات ومعلومات لشعبة علم علوم بالنسبة لشعبة علم علوم. طيب بالنسبة بعد كده باقي الكليات، كلية الألسن وكلية آثار وفي كلية إعلام وطبعا في كلية تمريض وكمان في معاهد التمريض معاها وفي كلية علوم للشعبة العلمية، يبقى كده لو مجموعي من 80 ل 85 شعبة علم رياضة ليهم هندسة، شعبة علم علوم ليهم حاسبات ومعلومات وليهم كلية علوم، بالنسبة للشعبة الأدبية طبعا ليها كلية الألسن وكلية الآثار وكلية إعلام، بالنسبة للشعبة العلمية أيضا لها كلية تمريض طبعا بالإضافة إلى الكليات اللي احنا ذكرناها قبل كده زي كلية فنون جميلة وتطبيقية وعمارة وآثار، بعد كده برضو في كليات دار علوم في تربية، كل الكليات السابقة انت تقدر تدخلها لو جاي من 80 ل 85. طيب لو مجموعي مثلا من 85 ل 90 بالنسبة للشعبة الأدبية ليهم جميع الكليات، وأول كلية اللي هي اقتصاد وعلوم سياسية، ده بالنسبة للشعبة الأدبية لو انت مجموعك أكبر من 85 ل 90 فأنت كده ليك كلية اقتصاد وعلوم سياسية. طب بالنسبة للشعبة العلمية اللي هي شعبة علم علوم، شعبة علم علوم لو أنت مجموعك 90% ليك كلية صيدلة إن شاء الله، ليك كلية علاج طبيعي، ليك كلية طب بيطري، وممكن لو التنسيق انخفض شوية تلحق كلية طب أسنان، لكن طب بشري إن شاء الله بإذن الله طبعا هيكون فوق ال90 ونتمنى اللي هو ما يتخطاش ال92. طب بالنسبة للشعبة الرياضية، بالنسبة للشعبة الرياضية لو أنت جايب 90 فأنت كده خلاص يعتبر أكبر مجموع، يعني خلاص أنت وصلت القمة، فليك جميع الكليات من أول كلية هندسة وحاسبات ومعلومات إلى جميع الكليات اللي أنا ذكرتها، وبكده يكون عرفنا مجموع كل طالب هيوديه فين، بالنسبة سواء لو أنت جاي من 50 ل 55% قلنا الكليات اللي هي متاحة ليك، بالنسبة أيضا لو مجموع من 60 أو من 55 ل 60 قلنا برضو جميع الكليات، أو من 60 ل 65 أو من 60 ل 70 أو من 70 ل 80 أو لحد 90% عرفنا جميع الكليات اللي هي متاحة لجميع الطلاب. وبكده أكون وصلت معاك لنهاية الفيديو، يا ريت ما تنساش اللايك والشير وكمان الاشتراك في القناة. دمتم في أمان الله وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.